طب حلوة جدا. اجي لك الحته الفنيه برضو في تفوق جوزيه جوميز النهارده عموما يعني كان الخروج بالكره الاهلي كان عامل نقطه يعني دليل برضو تحضير جوزيه جوميز للحاجات الصغيره اللي بتمكن الزمالك من كسر ضغط الاهلي. الاهلي كان بيحضر دايما وسام، احنا متفقين جميعا ان وسام من افضل الفراوده اللي بتضغط على خط الدفاع، والاهلي عنده حيويه اكبر وباور اكبر في ثلاثي الوسط. فالزمالك عنده نقطه ضعف ظاهره كتير من الماتشات اللي قبل كده، اللي هو انت لما اللعب بيتوجع على ناحيه الشمال في الزمالك بيبقى فيه مشكله. حسام عبد المجيد مش افضل شيء في الخروج بالكره، من حسام لعب مباراه عظيمه، بس احنا بنتكلم على الرصيد السابق. جوزيه جوميز كان محضر الجزئيه دي تماما، استخدم بنتايك وشلبي عكس بعض، يدخل واحد جوه الملعب خطوتين ثلاثه اربعه ويعكس الثاني، فيبقى الزمالك عنده لاعب زياده لما الاهلي يضغط على ناحيه الشمال. الزمالك عنده حلين للممرر، حلها لحسام عبد المجيد، انت عندك مشكله تعال احلها لك، وكمان ساعات كان بيجيب ناصر ماهر، فانا بزود لك كل الاوبشن. عايز تاخد الخطوه حسام تطلع، هتلاقي شلبي وبنتايك الاثنين بيلعبوا بينهم مسافه، يبقى عندك تمرر جوه الملعب برجلك اليمين عادي لو هي عشان الشمال بتغلط، او ببساطه تروح توديها ناحيه الشمال واحد فيهم الاثنين. تعال نشوف الحالتين، يا ريت يكونوا جاهزين، يلا ولو مش جاهزين نعرف يقولوا لك ونتكلم على النقطه الثانيه ومنين ما دي تجهز الحاله الجاهزه ولا بعد. يلا قولوا الحالتين، هم كانوا حالتين الزمالك استخدم فيهم، هتبقى العكس مره حالات. دي الحاله الاولى يا كريم، الزمالك هنا الكره اهي عم هتروح لحسام عبد المجيد، بص الاهلي والاهلي وسام واقف ازاي، وسام قافل ان الكره تروح ناحيه اليمين ومعلي امام عاشور عشان يمنع المسوسي يستلم، فالطبيعي الفاضي مين؟ حسام. واول ما حسام بيستلم الاهلي بيضغط على اساس حسام هو نقطه الحلقه الضعيفه اللي في خروج الزمالك بالكوره. تعالى هنا اول ما حسام يستلم الصوره اللي بعديها في تو اوبشن، في واحد هنا مش باين اللي هو بنتايج، بص شلبي على عكس معظم تمركزات شلبي تبقى ناحيه الخط، شلبي واخد خطين، فبقى حسام عنده ايه؟ عنده الاوبشن بتاع شلبي، عنده الاوبشن بتاع بنتايج، وهنا شلبي بيشاور له على بنتايج لان بيرسي قافل العمق شويه. نجيب الصوره الثالثه على طول، الزمالك تخلص من الضغط اللي الاهلي بيعمله، الكره راحت لبنتايج بيستلم في هدوء يقدر يطلع بسهوله بالكوره. طب العكس الحاله الثانيه بالظبط هتقول لك العكس، هنا المره دي نفتكر كويس ان اللي استلم هنا بنتايج. الصوره اللي بعديها بقى الحاله اللي بعديها كانت في الدقيقه 9، انا بقول لك بدايه الماتش دايما بتبين افكار الراجل. هنا برضو الاهلي خلي بالك كل السكه لليمين مقفوله، الاهلي سايب بس دي، نيجي هنا على طول بنتايج اما بيستلم شلبي واخد له الخط بنتايج يكمل. هات الصوره اللي بعديها، بنتايج بيخش لجوه الملعب وشلبي، فخلاهم الاثنين بيلعبوا على مسافه في بينهم 5-6 يارده بين الاثنين، مش الاثنين على الخط، مش الاثنين على الخط، وده اللي الاهلي مثلا بيعمله كان بيعمله بيحيى عطيه الله. فالزمالك خد الفكره دي ببساطه من الاهلي بالعالم مليف، هي ما اقصدش يعني ما هي فكره مدربين كتير، مش الاهلي ابتكار يعني اقصد الاهلي بيعمله الزمالك النهارده كسبه بيه، الزمالك النهارده استخدمه. شفنا كتير بنتايج على فكره، انا مش عارف لو الدنيا هتجيلي تاني اقولها، ولو مش هتجيلي تاني اقولها دلوقتي. بنتايج كان مفاجاه الساره جدا للزمالك، وبص على ارقامه بسرعه في انفون عامله محضره، لانه واحد من الناس في رايي انا من نجوم اللقاء. هات ارقام بنتايج على طول، انا معاك عقبال ما تيجي يا خليفه. تمام. بنتايج كان واحد من افضل اللاعبين في الزمالك، كل ارقامه سواء في اخذان المخالفات، بنتايج تاني اكتر لاعب يصنع فرص في المباراه 3 بعد زيزو. طبعا زيزو يصنع 5 فرص ده العادي بتاع زيزو، ده زيزو. ان الباك الشمال يصنع 3 فرص ده رقم مميز جدا للزمالك. فاز بسلسله التحامات ارضيه من 8، فده كويس، كان اللي يساويه الوحيد عبد الله السعيد. خلي بالك لما نيجي الارقام امام عاشور هتلاقي امام لاعب الارتكاز فاز بالتحام ارضي 1، ده يديك الانديكيتور ان بنتايج كان بيلعب مباراه كبيره. تالت اكتر لاعب يمرر للثلث الاخير بعد 8 تمريرات بعد المسلوسي 9. طب المسلوسي عشان بيلعب الكره الطويله، بنتايج كان بيتدرج بالكره اصعب كتير من المسلوسي، ده تحسب. وعبد الله سعيد 10، الاثنين لعيبه دول طبيعي يبقوا موجودين. فكره ان بنتايج يحتل المركز الثالث بعديهم برقم تمريرات في الثلث الاخير قريب منهم الاثنين، ده دليل ان بنتايج كان احد اكبر المفاجات الساره النهارده لنادي الزمالك. وانا بقول الزمالك كان بيبقى عنده مشكله في الغفه التوح، بنتايج النهارده قال للزمالك انا حليت لك مشكله كبيره، وبعد التوح بقى يرجع براحته او يرجع كمان على مركز 8 اللي الزمالك ما عندوش فيه عدد كبير، ممكن فتوح يتم توظيفه فيه ويبقى اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك بعد كده. عظيم.